كلف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كلف وزارة الأشغال بإجراء تحقيق فني مستقل عن مسببات حادث سقوط بعض أجزاء من سقف أحد المجمعات التجارية في الرفاع. كما وجه سموه محافظ المحافظة الجنوبية بالوقوف على ملابسات الحادث. وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، قام سعادة وزير الأشغال المهندس عصام بن عبد الله خلف بزيارة إلى موقع الحادث. سعادة الوزير أكد أن الفريق الفني التابع للوزارة سيبدأ في المعاينة الهندسية ومباشرة التحقيق الفني بدءا من اليوم الأحد للوقوف على أسباب الحادث. حضرت اليوم مع الأخوة في وزارة الأشغال لمعاينة موقع الحادث في هذا المجمع، والاطلاع بصورة عامة على مستوى الأضرار التي وقعت، وستقوم الوزارة بناء على هذا التكليف السامي إن شاء الله منذ بدءا من صباح الغد في تشكيل فريق فني. الفريق متواجد اليوم والآن على الموقع للمعاينة الأولية، وستقوم الوزارة في أخذ العينات وأخذ ما يفيد هذا التحقيق. كما أعينه مبدئيا هو جزء من الديكور وليس من الأشياء التي تؤثر في من الناحية الإنشائية. إلى ذلك أكد الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن الجهات المختصة هرعت على وجه السرعة تجاه موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات المناسبة والوقوف على ملابسات الحادث. أحب أن أؤكد للمقيمين ولأهالي المحافظة الجنوبية وسائر محافظات المملكة بأن ما حصل اليوم هو يعني يتعلق بأمور إنشائية وليس أي شيء آخر. هناك انهيار من جزء من السقف المجمع، ولكن الأهم من هذا الأمر هو أن لله الحمد ليس هناك أي وفيات ولا إصابات، إلا إصابة واحدة وهي متوسطة، والشخص تم نقله إلى المستشفى، وإن شاء الله أنه يكون يعني يخرج المستشفى في الساعات القليلة القادمة. الدفاع المدني لله الحمد سيطر على المنطقة وسكرها بالكامل. إدارة المجمع متواجدين معنا الحين، ولابد أن يكون في هناك اجتماع لأول شيء ضمان سلامة مرتادين هذا المجمع، وسوف يتم الإعلان عن توقيت لإعادة افتتاحه مراعيا سلامة المرتادين وأيضا الباعة في هذا المجمع، بحيث أن نحاول أن يتم التنسيق بين كل الجهات من أجل الحفاظ على أرواح الناس وسلامتهم في المستقبل بإذن الله تعالى. وكانت وزارة الداخلية قد أشارت إلى أن سقوط أجزاء من سقف أحد المجمعات التجارية بالرفاع قد أدى إلى إصابة شخص بإصابات بسيطة نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج. كما أكدت الوزارة أن الدفاع المدني قام بإخلاء المجمع كإجراء احترازي. هو انهيار جزئي أعزائي المشاهدين في سقف مجمع الإنماء التجاري مثلما تشاهدون. هذه هي أنقاض هذا الانهيار والذي حدث في أعلى هذا السقف في أحد زوايا هذا المجمع. مثل ما تشاهدون هو انهيار في 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 السقف مثل ما تشاهدون. هذه أنقاض هذه الانهيار مثل ما تشاهدون أمامكم. الحمد لله رب العالمين، يعني كل هذه الأنقاض كانت نتيجتها جرح أحد مرتدي هذا المجمع التجاري. إصابته بفضل الله كانت إصابة طفيفة، تم نقله إلى المستشفى على عجل، وهو الآن يعني تجرى له الفحوصات الطبية. اتصلنا بالمستشفى، طمأنونا بفضل الله على صحته، خلال ساعات سيغادر المستشفى على عجل. بالعودة إلى سبب هذا الانهيار، مثل ما تشاهدون الانهيار كان في هذه الزاوية، في الزاوية اليمنى من مدخل المجمع، مجمع الإنماء التجاري، انهيار في سقف هذا المبنى. مثل ما تشاهدون حطام الانهيار حطام كبير وهائل. نؤكد نحن تلفزيون البحرين
ممثلا بمركز الأخبار الذي تواجد على عجل في موقع الانهيار بأن سبب هذا الانهيار هو مثل ما علمنا من الجهات المختصة والذين أكدوا لنا بأن لا صحة للإشاعات التي تتداول أو التي يتم تداولها بين الفينة والأخرى بأن سبب هذا الانهيار ناتج عن اعتداء إجرامي أو إرهابي. نطمئنكم بأن سبب هذا الانهيار هو سبب إنشائي تعرض له سقف هذا المبنى التجاري. الحمد لله الجهات الأمنية هرعت على عجل ممثلة بكوادر وزارة الداخلية والدفاع المدني والمحافظة الجنوبية تواجدوا في مكان هذا الانهيار. الكل يعمل هنا على قدم وساق لإزالة هذه الأنقاض والوصول إلى السبب الرئيسي والأساسي الذي كان سببا مباشرا لهذا الانهيار. طبعا بمجرد أن تم الانهيار وتم هذا الحادث تم إخلاء جميع مرتادي هذا المجمع وجميع العاملين به. الآن يعني خلال دقائق ستبدأ الجهات المختصة بعد أخذ الإذن اللازم بإزالة هذه الأنقاض ليتم تأهيل هذا المجمع التجاري أمام السادة الزوار من جديد. لمركز الأخبار طارق السواعير، تلفزيون